فضيلة الشيخ ياسر عبد السلام، إمام وخطيب مسجد علي بن أبي طالب، هامترامك، ميشيغان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أكبر لص ومضيع للوقت في رمضان وفي غيره هو الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي، فتجد أن الواحد منا يمضي الساعات الطويلة في مواقع التواصل الاجتماعي بين أزقتها، فإذا سألته بعد هذه الجولة الطويلة بماذا خرجت، ضرب بكفيه وقال لك لا شيء أو بشيء يسير لا يساوي ضياع هذا الوقت الطويل. رمضان أيها الأحباب شهر عزيز، شهر كريم، وهو أكرم من أن نضيعه في أزقة التواصل الاجتماعي. جرب يوما من الأيام لا تنشغل بوسائل التواصل الاجتماعي إلا لضرورة ملحة، انظر بعد ساعات كم أنجزت من قراءة للقرآن والذكر وصلاة النوافل ونحوها، فكن جادا وكن جادا وحذرا من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا فأيقن بخسارة الوقت وخروج رمضان وأنت تنظر إليه بعين الحسرة والندامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن استغلال شهر رمضان، وأن لا يجعلني يعني أعظكم بما قد أكون عنه غافل. اللهم سلمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر وارحم وبارك لمن نشر هذا المقطع ولوالديه.